ما راضية تنام ولا حتى تاكل أو تشرب شيء. من دخلت الغرفة لحد الحين وهي واقفة قدام الدريشة رافضة حتى الكلام. أحمد، أنا وسالم كنا نريد نتكلم معك. عارف إيش تبغون تقولوا، وعارف إن قلبكم علي، لكن إيش تبغوني أسوي يا أخي؟ رجع البلاد، خليها ترجع، على الأقل هناك أبوها. أما هنا سالم، تكلم. كلام سعد صحيح يا أحمد، وجودها معانا هنا في الشقة يجيب الكلام لها ولنا. بعدين مثل ما تعرف نحن مناقصين، ونحن وجودنا في هذه الشقة ما بقى لأكثر من يوم، يعني إيش باغرها تتنهقل معنا؟ المهم إني ما بتخلى عنها هذه المرة. لا، اسمعني يا أحمد، ليش ما توديها البلاد أنت بكرة؟ قلت لها ما ردت علي، حاسنها ما تبغى ترجع البلاد. بس هي لازم تعرف أن بقائها معانا مستحيل. وليش مستحيل؟ ليش مستحيل؟ تقدر تقول لي من يعرفني هنا ومن يعرفك أنت ولا سعد وحتى هي؟ أنت تقدر تقنع نفسك بهذا الكلام؟ هذه الأيام؟ نعم أقدر، لأن وجودها معي أو وجودي معها أقرب المعقول من كل اللي جالس يحصل لنا، وبعد كل هذه المفاجآت وآخرتها اللي شافها سعد في البلاد عندهم. هذاك غير، حتى سعد يعرف هذا الكلام. يا ملاقي في الغربة حبيب، حبيبك من ربيت معه، القصد واضح. يعني تقصد؟ نعم، أقصد اللي فهمته. ولولا أن الوقت غير مناسب كنت اعترفت أني أحب سعدة. كل هذه السنين وأنا أسأل نفسي ليش أفكر فيها أكثر من أني أفكر في نفسي، وهذا انتقلتها أني أنا ما أثق في نفسي وأهرب للخيال. هي الثقة. أنا لو كان اعترفت لنفسي أني أحب سعدة كانت انتهت أزمة الثقة في داخلي. مو خلاك تقول هذا تو، ليش ما وضح لك هذا من قبل؟ تو في هذا الوقت؟ صدقني هو الخيال وحده اللي خلاك تعتقد وتقول هذا. الحب في زمن الصعب خيال صعب. أنا ما أعرف أنتم مستوالكم اليوم. هذا من يوم ما رجع من المستشفى هو جالس كذاك سرحان، حتى ما نطق بكلمة واحدة. فجأة اكتشف أنه يحب البنت اللي شافها مع أبو سالم.
يا ملاقي في الغربة حبيب. الله الله، كملت كملت، يعني بقيت أنا الوحيد اللي خالي من بينكم. أرجوك أرجوك لا تأخذ المسألة بهذه الطريقة. فقدك لسميرة ما لا أي علاقة بحبي لسعدة أو حب سعد. أحمد، هذه ما كان سعدة تحت؟ سعدة؟ سعدة إيش وداها هناك؟ هذه متى خرجت؟ بروح لها قبل لا أضيع. صبر صبر، جاي معاك أحمد. ما موجودة، ما أعرف وين راحت. أنا من رأيي ندور عليها. أنا بروح من هالجهة وكل واحد منكم يشوف له صوب. ما في فايدة، أنا حاسس إني ما بنلقاها. ما توحد تبتعد، أنا بروح أتبع من هنا. يلا ولا من هنا. يلا أنا كنت عارف، أنا كنت عارف إن ما بنلقاها. مثل ما جات فجأة كان لازم تختفي فجأة. ردينا ردينا للخيال. ما خيال يا صديقي، ما خيال، هذه المرة غير. أنا قصدي يعني يمكن سمعتنا وإحنا جالسين نتكلم عنها وكان صوتنا عالي واجد، ففكرة إنها تبتعد. هذا الليل ما أظن، كان على الأقل تقدر تنتظر للصبح وتسير البلاد. آخ يا العذاب، آخ، ترفض إلا أنك تستمر. لمتى؟ لمتى؟ أي ليل بيسترك يا سعدة؟ وانت غريبة مثل نجمة في الحصى والرماد. أي مكان بياويك وانت وحيدة مثل حمامة في خرابة البوم والغربان. بعرف ليش حاجة ركبت مع حد، لكن كنا حصلناها، لأنها ما ممكن تبتعد لدرجة أنها تختفي. تركب مع حد؟ سيارة، سيارة فخمة. تقصد أبو سالم؟ لا لا، إلا هذا. أنا حاسس إن ابتعدنا كثير. ليش؟ إذا ما قلت إنه يعرفها أو كان يعرفها؟ أنا خاف يكون المقصود من كلامكم مجرد انكم تطمنوني. وليش ما تكون هذه هي الحقيقة؟ إذا كان هذا الكلام صحيح فالمسألة أكبر من مجرد أنها لعبة. الظاهر أنها بتنقلب لتحدي. تحدي جميل. جميل؟ أها. أحمد يدور عن سعدة عند أبو سالم، وأنا أدور عن البنت اللي كانت عنده. مو بعيدة، في هناك ثالثة مخبنها لك. تشوفوا؟ تشوفوا اللي أشوفه؟ هو هذا كأنه طارش جاي. طارش؟ حلو، كملت. هينكم انتو؟ أنا تعبت من كثر ما أنتظركم. من متى وأنت تنتظرنا؟ أنا جيت فوق وضربت الجرس وما حد رد علي، وقلت أنتظر تحت. خير؟ كنت تريد منه شيء؟ ما أنا، هو. هو؟ هي أبو سالم العم علي. هي هي، هو اسمه بعد العم علي؟ صاحب البيت طرشني أقولكم إنه يريد يقابلكم الليلة. هذه إذا بغيتوا البيت.
ليلة؟ وليش ليلة؟ هو يقول إن باكر بيكون متأخر. سالم، سعد، بعد ما يقطار شوية ها؟ تفضلوا تفضلوا، تعالوا تعالوا. سمعوا، اللي يكون هذا علي أو أبو سالم، إلا إنه فعلا يعرف يختار الوقت، كأن الوقت ملكه هو وبس. وليش نويته؟ والله أنا أقول نخلي سالم هو اللي يتخذ القرار، على الأقل الليلة راية أحسن من راينا. بصراحة أنا شايف الأحسن إن نروح. وأنا معك كلنا مع بعض. بس سمعوا، المهم إن ما نبين أي خوف على وجوهنا أو تصرفاتنا. الله يعلم، الله يعلم إيش يبغى مني. بس خلوا المسألة علي أنا. طارش. نعم سيد أحمد. احنا حابين نجي نشوف البيت ونقابل ابو سالم، لكن ما تشوف ان الصبح احسن؟ هو قال لي اقولكم ان الفرصه احيانا تجي في الظلام، فرصه النهار للكل، اما فرصه الظلام فهي للقله. جايين، احنا جايين معك. ما اظن عندك سياره. هو قال لي انكم تصلون. مفتاح، مفتاح السياره عندي. عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين صاد، اسمعني زين، انا ما بحصل ابرك من هذا المكان علشان اكلمك فيه، ولا احسن من ليله الجمعه علشان اتفق انا وياك فيها مع بعض. زين يا اخوي امر، ونعم الاختيار يا محمود، ونعم الاختيار. اسمعني يا اخوي امر، ولا واحده من زوجاتي السابقات خطبتها في مسجد، ولا حتى الليله كانت ليله الجمعه، لهذا السبب الله ما بارك لي فيها، وهذا انا قدامك حسرتي على الولد تزيد يوم بعد يوم. ابشر بالخير يا ابو حمود، واذا الله كاتب لك الولد من اختي عزه فما انا اللي يوقف قدام ارادته سبحانه وتعالى. بارك الله فيك وكثر الله من امثالك. اذا عاد الحين يا مرهون، ما بقى الا ترتيبات الزواج، يلا وش حيلك. انا اقول نخليها للحريم، هن اعرف منا بهذه الامور. انت فهمتني غلط، انا قصدي ان خير البر عاقله. ها، مثل ما قدمت انا الخير وكان المكان هو المسجد والوقت هو الجمعه، يلا نتمم الزواج والدخله الليله. الليله انت باين عليك مستعجل. من عارف باكر ايش يصير؟ انا ما ضامن عمري، وصدقني اني ابقى اضمن حق اختك وولدها من زوجها القبلي. دائما انظر لها على انها واحده من اهل البيت، ولها مثل ما للحاجه زوان ويمكن اكثر. واذا الله سبحانه وتعالى رزقني بولد منها، اقول لك وعلى المكشوف من غير ما تزعل، فكر فيها من هذه الناحيه. ورث بعد عمر طويل يا ابو حمود، بعد عمر طويل. زين، قوم تشاورها وانا بكلم المعلم عبد الله وترجع ومعاك الشهود. انا اقول اشيل معاي المعلم عبد الله بالمره، يكون ياخذ منطوق لسانها ويكون الوكيل عنها. كذا طيب، شور. زين معلم عبد الله. هو معلم عبد الله. صدق الله العظيم. صدق. محمود، انا كيف عندي حاجه ولا شيء؟ قينات ومسعى خير. تعال تعال ان شاء الله. يا الله، والله انت يا الله.
بغيتني حاجة ولا شيء يا محمود؟ جلسة خيرني إن شاء الله. خير خير خير. الحين بتروح عند مرهون. إيه. ومرهون في الطريق بيخبرك بكل شيء. أقول. كأنك عندك شيء ومناوي تراجع عنه. أقرأ في عيونك يا ترعي. أعرفك من عينك. لازم أخبرك. باقي إنك. إنك تجمع اثنين بالحلال وعلى سنة الله ورسوله. بس روح أنت مع الرجال. بس حاجة ما دام هذه المسألة على خير الله. أش أقول شيء؟ حيوة مزعفة قدرة. فيها هي ومرض. إن شاء الله فالك الطيب والغنايم فالك. بس روح أنت الحين مع الرجال روح. تفضل. مش ما هذا الولد؟ مرهون مرهون هلأ هلأ. أقول ما هو ولدي. شيء ما أبغى شوية تقاودني ترى الحقيقة في الظلام لا قابل ترى هالشيء. أي والله. خاصة إذا كنت شايف مكان أول ما أشيله. تفضل يا معلم. أودي مهون عم تعطني شيء من الفاشيمة وهذه عندي في ديسك صغير لا تنسوا الشهود لا تنسوهم ليش البيت ظلام؟ الساعة كم تو؟ تقريبا 9. الظاهر اني نمت كثير. ليش ما وعيتيني يا بنتي؟ قلت لي ما واعيك. أول مرة تفوتنا الصلاة في المسجد. الله يلعن الشيطان. احنا فيش من أيام اليوم؟ باكر الجمعة. باكر الجمعة. عقب ليش الحارة هادية وكأن الظلام مخيم على الجميع؟ أسير أتوضأ وأصلي قبل لا يكبس علي الليل وأنا في حيرتي. مساء الخير يا بنتي. هذه سعدة إنسانة محتاجة للمساعدة ومكان يويها. قلت أجيبها عندش حتى ما تكوني وحيدة.
ومن تحصنها مكان تحط راسها فيه من التعب. البيت بيتك يا عمي علي، تفضل دخل تفضلي. اسمها سعدة، دخلي يا سعدة دخلي. تفضلي يا سعدة. جاي جاي. أنا جبتش هنا لأني ما بكنت أحصل لك مكان أحسن، ولا حتى أخذ مثل فاطمة فتبقى معها حد ما يرجع أبوها من السلامة للمستشفى، وبعدها عاش تكوني نسيتي وتقدر ترد البلاد. هذه اللي تشوفيها قدامك يا بنت كانت زينة البنات، بس الزمن خذ منها الفرح وما شافت منها إلا العذاب، وآخرتها اليوم المسكينة ما تولدت كل حيلتها من هذه الدنيا. أنا ما جبت هنا يا بنت عشان تشوف منش الدموع أو أطلب منش إنك تنسين أبوش. أنا قلت يمكن عذابش نسيها اللي هي فيه، ويمكن أحزانها تنسيها حزنش. كأن المسافر اللي هدوا التعب والحزن تسند على قدار هدوا الزمن والناس اللي ما ترحم. حاولي يا بنت تكلمينها أو على الأقل تخليلها تبكي، إذا ظلت على هذه الحالة ما أظني بتعيش لباكر. بحاول ولو إني ما أعرف كيف. أنا الليلة منتظر ناس، ولا كنت ما ودرتكم. أنا هذه الليلة انتظرها من زمان. إذا بغيت شيء ولا شيء أنا تراني موجود في البيت. مع السلامة يا عمي علي. بعض الأحيان يجي المطر من دمع العيون. شعب إنه بهار شوي. إيه بسم الله الرحمن الرحيم. استريح معلم عبد الله استريح. أشير استريح استريح استريح. تفضلوا يا جماعة تفضل تفضل. مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل تعالوا
من هذيل؟ شهود. وهذا عبيد ما غريب عن الحارة، لكنهم هم مغربة. أنا أول مرة أشوفهم، أنت من هين جايبنهم؟ ما حصلت على غيرهم، طلبت منهم يجي يشهدوا وما تأخروا. ولو أن عبيد كان يقول أنهم بيتأخروا عن إيش ما أعرف. ما يخالف، أنت زين سويت، ونحن نريد شاهدين، لكن خير وبركة. شهود خير وبركة، يا مرحبا. تفضلوا الجماعة سريع، تفضلوا. ما قلت إن عمي أبو حمود مين اللي بيتزوج ولا مرهم خبرنا؟ شوف عندك مظلة اليوم ولا الشمس حارة الليلة؟ شمس، الله يطول عمرك، هذه حال مطر. مطر؟ هي عمي علي قال ياخذها معاي، يقول ان الليلة بينزل مطر. علي هذا يعلم الغيب؟ انت ما حد بيجننك الا اللي اسمع علي هذا. معلم عبد الله. نعم. احنا ذاهبين وما ناقصنا شيء، ومنطوق صاحبة الشان عندك. سريع رجل سريع. توكل على الله. سريع يا جماعة سريع. يا جماعة ايش بتقربوا شوية عندي تقربوا. ابو حمود انا ما يخفى عليك شوية في الظلام ما يشوف. يجيني العشو. اشتغل شهود عشان اشوفه واقابلهم. اي والله. واشوف لو بأشوف. ان ظلام الليلة هذه زايد عن كل ليلة. سبحان الله. توكل على الله وسمي بالرحمن. يلا بسم الله. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإني أشهدكم أيتها الجماعة الحاضرون بأني أزوج هذا سعود بن سالم بن سعيد بعز بنت خلفان بن مرهون، أزوجه على سنة كتابه المنزل وعلى إنسانه أنا خارج. تو؟ في هذا الوقت؟ لا تسأليني هين، أنا وحدي ما أعرف. بترجع؟ إذا ما أخذتني الطريق لبعيد. لازم تيجي، أريدك تخبرني بكل شيء الليلة. وبتسامحيني؟ يمكن حبك اللي في قلبي تغلب على الصدمة. رد الباب من الداخل وأنا خارج، وإذا حد جاش أي خبر عني لا تصدقيه، لأني برجع وحدي وبخبرش بالخبر اليقين. خبر؟ أي خبر؟ كأن الظلام الليلة وراه خبر، وكأن السكون الليلة بعده مطر. رد الباب. Thank you.
وصلوا. انت ايش اللي جايب النش هذا الليل؟ انا اللي دائما اجيش الا الليله انا اللي اجيك. بس انا انتظرهم هم الليله، انتظرهم هم. تكذب على عمرك يا علي، تعرف ان سالم ما بينهم. انا ما ابغي سالم يكون واحد منهم، ابغيهم كلهم يكونوا سالم. وما اظن اني بحتاج ليش الليله بالذات. لازم تكون هناك في الخرابة أو في البلادين المهجورة، يمكن سمعت بومة سهرانة أو ذيب دوعان. أنت الليلة محتاجني أكثر. غمض عينك يا علي، غمض عينك. الظلام داخلك أقوى من نقطة النور من سواد عينك. ما بغمض، الليلة بيتم مفتوحات للصبح، وبعدها بتشمني الحقيقة وبتاخذني بعيد، وبيكون لي فيها يوم واقع. ما حلم. كان كلامي حلمك وكان وجهي ملاذك وقت الحاجة. الليلة أنا محتاج لليقين، أما وجهك فله صورة الخرافة. ليش وجه الخرافة؟ أنا ما أعرف ليش ما عرفت هذا من قبل. يجيك اليقين وأنت في هذا العمر؟ أنت تأخرت كثير يا علي، وما بقى وقت. صدقش ما بقى وقت. بعد شوية بيوصلي، وأنتي ما لازم تكوني هنا، لازم تصيري وتختفي. كأنهم وصلوا. هأروح أفتح لهم. لا، دخل داخل. رجع. ظاهر ان ما حد موجود في البيت. انا اقول نرجع احسن. لا، الباب ما مقفول من برا، الظاهر انه موجود. انا مستغرب من هذا المكان. اول ما نوصل يطلبونا نكون شهود على زواج من غير ما نعرفونه. لا، ويكون زواج واحد شايب على واحده صغيره. اخر مره ناديت عليه كان الباب مردود من داخل. فتحت الباب ولقيته طايح الأرض ودمانه سايحة. ما كنت أعرف إن الباب مفتوح. ودفرت الباب ودخلت. Thank you.
ناصر غرق مع انه كان سباح، كان البحر اعتى من افكاره وكانت افكاره ضعفه. ناصر، هذا ناصر؟ بس انا اتذكر هذا الشخص زين، ما كان اسمه ناصر؟ وانا بعد اتذكر اسمه بالفعل، ما كان اسم ناصر. أنا التقيته مرة واحدة وكانت آخر مرة. حاولت إن نكون أصدقاء، كان أنا صديق للكل. في كل مكان كان له اسم، وكل موقف كان له فيه مكان وسبب. أنا قال لي إن اسمه سلطان،
وأنا قال لي إن كان اسمه سهيل. كان يحب يتسمى بكل الأسماء مثلك. عرفناك بكل الأسامي بس ما عرفنا من أنت. الأول كنت مناصر لكنه ما كان ودي. وعرفناك بأبو سالم لكن أعرف أن سالم ما بين. أنا اسمي سالم لكن سالم ولدي مات. مات على إيدي وهو وديو. هذا الدفتر مكتوب كل شيء. والعصا هذه؟ هذه عصا حمد بن ناصر طلب مني أسلمها ولده ناصر. وليش نحن؟ ليش نحن؟ صحيح أنت ما تملك علينا أي أمر. أغير يمكن إحنا أضعف من اللي باغلنا منه. نحن حتى أضعف من ناصر. علق لو كان يفكر ويحلم نحن مأخوذين بالحيرة. لا تتوقع منا أننا بنقرأ هذا الدفتر. لا تتوقع. أعتقد أن حتى حروف كلماته غير عن الحروف اللي تعلمناها. أنتوا تعلمتوا أنكم تنسوا. وإذا تذكرتوا بتكون آخر مرة تتذكروا فيه. وبعدها أنا كنت أظن أنكم غير لكنكم حتى ما مثلهم. قراركم يسبق فهمكم لكن لا أنا تعبي ما بينتهي برفضكم. شايفين هذه اليد؟ أنا بيدي قتلت الخرافة حررت منها أيامي. نعم حررت منها أيامي بعد ما ملكت مني الماضي. أيامنا كانت الخرافة. إيش اللي يمنعكم اليوم؟ لا تقولوا للعقل لا تقولوا للعلم. هذا الدفتر قدامي الحروف اللي فيه نفس الحروف اللي تعلمتوها وعرفتوها. يمكن يكون الكلمات مختلفة. يمكن لها صوت الحنين والأنين والعذاب الحقيقي. أما هذه العصا فهي عصب كل زمان ومكان. لها نفس الغرض نفس الغرض. ما تأخروا فيه. لا تطلعونهم معي يا أخرج لهم واحد. حتى هذه العصا ما بأخذها. هذه هي قدامكم بينكم وبين الباب. محتارين يعني أطلع لهم وحدي. أنا ما خايف منهم ما خايف منهم بس أعرض عليكم أنكم تكونوا معي.
ويكون هذا المكان مكانكم وهذه الحارة حارتكم. أنا ما بخليهم يكسروا الباب، أنا بسير لهم وحدي، وحدي بسير لهم. أنتوا خليكم في حيرتكم، خليكم في حيرتكم. الزمان يوم كبقية الأيام، المكان ثقل وظلام، ظرف ظلم واتهام. Thank you.